التقلبات الجوية التي تشهدها مختلف أرجاء الوطن وانخفاض درجات الحرارة لمعدلة قياسية دفع مصالح الخدمات الاجتماعية والتضامن ومتدخلين آخرين بوهران للنزول إلى الشوارع ليلاً وتفقد أولئك الذين أجبرتهم الظروف على المبيت في العراء. الخرجة التضامنية شملت تقديم أطباق ساخنة قبل أن يتم نقل هؤلاء الأشخاص لمراكز الإيواء. ارتأينا اليوم لخرجة ميدانية مع اللجنة الولائية، لجنة الصحة وحماية المستهلك، والتي بادرت معنا من أجل التكفل بهذه الفئة. تم التكفل ب 140 شخص بدون مأوى، متكونين من رجال ونساء وكذا أطفال. مؤسسات رسمية وشباب متطوع، كلهم مجندون لتقديم خدمة إنسانية للأشخاص بدون مأوى مع السعي لإعادة إدماجهم في المجتمع. في الخرجة تاعنا اليوم جبنا أطباق ساخنة باسكو هادو متشردين، بالك خطرة في العام ولا ياكل طبق ساخن. جبنا بركوكس، جبنا طعام، جبنا مختلف أنواع الفواكه. التكفل بالأشخاص الذين لا مأوى لهم في الشارع ونقلهم إلى المؤسسة لقيام بإدماج، سواء يكون إدماج عائلي أو إدماج مؤسساتي أو إدماج اجتماعي. هذه الحملة تضم كما نقولوا احنا جميع المجتمع المدني والإنسانية، وهذه المبادرة راهي عطاتنا تفاؤل كبير باش نعاونوا هاد الناس اللي راهم يباتوا برا وكاع. التكفل بالأشخاص بدون مأوى إجراء يندرج ضمن مساعي التخفيف على هؤلاء قساوة الطقس والظروف الاجتماعية، مع السعي لتحقيق الإدماج الاجتماعي لهذه الشريحة من المجتمعات.